نشكر زميلتنا علياء المنصوري على هذه الجولة الصحفية اللي عرفتنا من خلالها على أهم الأخبار المحلية لإمارتنا الباسمة ودولتنا الحبيبة، ومستمرين معكم مشاهدينا في هذا المشوار المميز. وصلنا معكم لفقرة التثقيف الصحي، واليوم سنسلط الضوء على الصحة النفسية أو الذهنية، فالصحة لا تقتصر فقط على الجسد فحسب، إنما للنفسية دور هام في قدرة الفرد على الاستمتاع بالحياة وخلق التوازن بين أنشطة الحياة ومتطلباتها لتحقيق المرونة والتكيف مع حالات التوتر والقلق، إلى جانب العمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في التنمية والارتقاء بالمجتمع. للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع معنا عبر خاصية الاتصال المرئي الدكتور سيف أحمد درويش، أخصائي طب المجتمع والمتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة. حياك الله معنا دكتور سيف في هذا اللقاء. الله يحييكم ويبديكم، وكل الشكر لكم على هاي الاستضافة. يعني قناة الشارقة يعني من القنوات اللي الواحد يعتز بأنه يطلع فيها. شكرا لك دكتور سيف. دكتور، اليوم موضوعنا مثل ما تفضلت في المقدمة عن الصحة النفسية، ولربما أيضا الصحة النفسية ليست مقتصرة فقط على الجسد بل أيضا على نفسية الشخص، يمكن من المجريات الحياة اللي تمر عليه أو حتى ضغوطات الحياة وغيرها. في البداية حابين نتعرف من خلالك عن مفهوم الصحة النفسية أو الذهنية. بارك الله فيكم. في البداية أحب أهني نفسي وأهني دولتنا الحبيبة بشيخ الإنسانية الله يحفظه ويطول بعمره الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. يعني طريقة اللقاءات فيها إمارة الشارقة لكي تكون قبلة الثقافة وقبلة العلم وقبلة المعرفة وقبلة الدعم الاجتماعي كان لها تأثير كبير جدا على مواطني الشارقة ومواطني دولة الإمارات. صحيح. الدعم الاجتماعي الذي نجده في إمارة الشارقة يمكن من أهم الأمور اللي تقينا من الإصابة بهذه المشكلات النفسية والذهنية. صحيح. في الأول أحب أني أتكلم عن المفهوم. يعني في عندنا مفهوم هو المنتل هيلث باللغة الإنجليزية، لما نترجمه إلى اللغة العربية في ناس سموه بالصحة النفسية، في ناس سموه بالصحة العقلية. في حقيقة الأمر لما نتكلم عن الصحة النفسية بعض الناس يعتقدون أن احنا نتكلم عن الأمراض النفسية. نعم. وهذا خطأ كبير. لما نتكلم عن الصحة العقلية بعض الناس يعتقدون أن احنا نتكلم عن الأمراض العصبية، وهذا خطأ كبير جدا. لكن لما نتكلم عن الصحة الذهنية ربما احنا نصف الموقف بشكل صحيح. احنا لما نعرف الصحة كأطباء، يعني الواحد لما يقعد مع نفسه يقول شو هي الصحة؟ ما هو تعريفي لهذه الصحة؟ البعض قد يقول أن الصحة هي الخلو من المرض، وهذا خطأ كبير جدا. إحنا مش هدفنا أن احنا نكون خاليين من المرض، لأن الأساس هو الصحة والعافية وليس المرض. فإحنا تعريفنا للصحة اكتمال العافية من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية وحتى الناحية الروحانية، وليس فقط الخلو من الأمراض. اكتمال العافية هو عبارة عن شيء له أكثر من دومين، أكثر من وجه. لذلك أنت ما تتوقع أن شخص عنده مشكلة نفسية وهو سعيد، لا تتوقع أن شخص عنده مشكلة جسدية وهو سعيد، لا تتوقع شخص عنده مشكلة اجتماعية وهو سعيد. طيب في حد بيوب يقول لي كلنا عندنا مشاكل في الحياة، والحياة هذه يعني مليئة بالضغوطات، مليئة بالعقبات، العقبات اللي في بعض الأحيان نقف في مفترق الطرق، إما نتعامل معها كدافع للنجاح ودافع للانطلاق، أو نتعامل معها كدافع للتعب والاكتئاب وعدم التحرك. هنا عندك طريقين تختار واحد فيهم. ربما يعني إحنا نرى الصحة العقلية ونحددها إذا أثرت على بعض الأمور الموجودة في حياتنا، يعني مثلا علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الشخصية، علاقاتك الأسرية والعائلية. إذا أنت ما قادر تحافظ على هذه العلاقات اللي موجودة في نطاقك الشخصي ونطاقك الأسري، ما قادر تنمي هذه العلاقات، ما قادر تستفيد وتفيد في هذه العلاقات، الحياة ترى أخذ وعطى، كان مع زوجتك، كان مع أبنائك، كان مع والديك، هذه الحياة، الحياة أخذ وعطى، تعطي الناس وتأخذ منهم. أيضا الأمور اللي تتعلق التصرف في المجتمع، أنت كيف تتصرف في المجتمع؟ هل أنت إنسان ينشر السعادة والبهجة في من حوله، ولا لما يقعدوا الناس معك يحسوا بالزعل والاكتئاب والطاقة السلبية؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. كذلك أدائك، أنت كيف تؤدي في حياتك من ناحية دراستك، من ناحية عملك، من ناحية عطائك، إنتاجيتك، كل هذه الأمور من ضمن الأمور. وكذلك المشاركة في الأنشطة،
انت عندك في المجتمع اليوم انشطه اماره الشارجه، يعني عندك مهرجانات ثقافيه واجتماعيه. صحيح. انسان قد يكون كل واحد على حسب اهتماماته، في واحد مهتم بالرياضه حصله يشارك في الامور الرياضيه، في حد يهتم بالامور الثقافيه يشارك في الامور الثقافيه، في شيء حتى الغناء يحب الامور الموسيقيه، في حد انسان يحب المشاركه الفنيه. وهنا صحيح. يكمن دور المجتمع في خلق مجموعه من الانشطه المختلفه اللي تناسب كل فرد عن الاخر. اذا كان عندنا مشكله في واحده من هاي النقاط، ساعتها بنقول ان احنا عندنا مشكله في الصحه العقليه او النفسيه او الذهنيه. احنا دائما هدفنا هو الوقايه والمحافظه على الحاله النفسيه في اعلى حالاتها، اللي هي مصطلح السعاده، اللي دولتنا الحبيبه كانت سباقه في اعتماده. احنا نحتاج السعاده، نحتاج ان يكون عندنا مجتمع واعي مثقف منتج سعيد. صحيح دكتور سيف، هذا من جانب. من جانب آخر، يمكن تتعدد المصطلحات فيما يتعلق بالصحة الذهنية أو العقلية، ولكن كيف تعرف اضطرابات الصحة العقلية؟ اضطرابات الصحة العقلية بالنسبة لنا هي أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي في مجتمعه بشكل صحيح. كل نعم. إنسان له دور متوقع في حياته. إذا الإنسان ما كان قادر يؤدي في دوره المتوقع منه، ساعتها بيكون عندنا مشكله نفسيه. احنا نلاحظ ان في على مستوى العالم في مليار شخص عنده مشكله ذات طبيعه نفسيه، وكل 40 ثانيه، تخيلوا كل 40 ثانيه عندنا شخص يقدم على الانتحار. الحمد لله رب العالمين، احنا في بلادنا دول اسلاميه والمجتمعات مجتمعات داعمه، صحيح. مجتمعات متقاربه، لا فالنسبه هذه اقل كثيرا. لكن على مستوى العالم عندنا كل دقيقة، كل 40 ثانية حالة انتحار. والسبب الرئيسي للإعاقة والإصابة في مرحلة الطفولة والشباب المبكر هو الاكتئاب. يمكن احنا دائما نفكر ان الاكتئاب موجود في كبار السن، الناس الشواب، الناس الكذا، لا، في حقيقة الأمر الاكتئاب يصيب الأطفال ويصيب المراهقين، وهو السبب الرئيسي للإعاقة لديهم. لذلك الاضطرابات النفسية والعقلية نقدر نقولها تختلف عن المرض النفسي أو العقلي. لذلك لابد أن نفرق ما بين الأمرين. المرض النفسي أو العقلي هو شيء يظهر بشكل مفاجئ، يؤدي إلى توقف الأنشطة الاجتماعية تماماً. تجد أن الأسرة حوالين الشخص لاحظوا لا في مشكلة كبيرة، تجدهم ومشكلة مفاجئة لها، يعني على طول صارت، ونقدر نحدد متى بدأت هذه المشكلة، ربما في غضون شهر أو أسبوع أسبوعين، مثل الاكتئاب، مثل شو اسمه البايبولاريتي أو الاضطراب ثنائي القطب، مثل اضطرابات النوم، مثل فهذه الاضطرابات أو الإدمان كذلك تحد من ضمن هذه الاضطرابات. فهذه تكون مرض. ليش؟ لأنها لها علاج، في حبة دواء بيعطيه الدكتور وبيعالجه بهاي حبة الدواء، في تشخيص واضح لهذا المرض. لكن في أشياء أقل من المرض، هي عبارة عن اضطراب فما تؤدي إلى أن تحصل مشكلة مباشرة، تجد أنها عادة تأخذ وقت طويل لحد ما تتطور. فتجد أن الأسرة يعرفون، أنه يقول لك فلان هذا طبيعته، يعني ما يعرفون أن هذا شيء فجأة صار، يعني شيء تغير، لا، يقول لك فلان هذا طبيعته انعزالي، طبيعته ما يحب يقعد مع الناس. فهذه من الامور اللي تخلينا نحس ونعرف ان هذا الشخص لديه مشكله اجتماعيه، لديه مشكله عقليه. احنا نلاحظ ان في بعض الامور الحياتيه اللي ممكن احنا نعاني منها، مثال على ذلك شخص فقد عزيز عليه. نعم. الشخص اللي فقد عزيز عليه يمر في ثلاثه مراحل، وكلنا مرينا في هذه المرحله. اذا لاحظت نجد ان ثلاث مراحل، المرحله الاولى مرحله النكران. الواحد ما يكون مصدق، الواحد يكون عايش مرحلة صدمة، الواحد قد يفقد القدرة على الحديث. صحيح. الواحد حتى ما يكون، تجد إن واحد فقد عزيز وما قادر يصيح وساكت، يعني يمكن في حالة يعني عدم معرفة في الواقع، يمكن انفصال عن الواقع. هذه مرحلة طبيعية جدا نسميها مرحلة النكران. يدخل في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الحزن، هذه المرحلة اللي يبدأ يكون حزين، تعبان، يصيح، مكتئب. هذه مرحلة الحزن وهي طبيعية جدا. هذه المرحلة تأخذ من 3 أسابيع إلى 6 أسابيع. إذا تعدت 6 أسابيع عندنا مشكلة. نأتي للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة إعادة تنظيم الحياة. نجد أن كيف أنا سأنظم حياتي، سأخطط لحياتي بدون ما يكون هذا الشخص العزيز علي موجود عندي. لذلك إحنا محتاجين خلال هاي الفترة نتحدث معه، نحدث عن مشاعره، نخليه هو يطلع مشاعره، بعد ذلك نساعده في عملية تخطيط حياته. في عندنا أمور أخرى، يعني أعطينا مثال على فقد العزيز، مثلا الشخص الوحيد اللي يشعر بالوحدة، هذا الشخص لابد أن نساعده بعملية إحنا نسميها تولي القيادة.
في بعض الأحيان الشخص اللي لديه مشكلة نفسية أو مشكلة عقلية أو مشكلة ذهنية يكون لديه مشكلة في أنه مو قادر يقود نفسه، واقف في مخترق الطرق وقاعد يطالع يمين يطالع يسار مو بعارف أي طريق يسلك. هذا الشخص يحتاج أن نساعده في أمور واضحة. رقم واحد نساعده بتولي القيادة، بس أهم شيء تولي القيادة هذا تولي قيادة مرحلي وليس دائم. إحنا ما نبغي الشخص هذا يتحول إلى شخص مدمن لي أن شخص يكون عنده حد يقوده، ما نبغى هذا الشخص يفقد قدرته على التخطيط. فإحنا نحدد له المشكلة، نرخص له المشكلة، نختار الحل ونعطيه خطوات قابلة للتنفيذ، وكل فترة وفترة نراجع معاه كيف هو قام بتطبيق هذا الحل. فعلى حسب المشكلة اللي يتعرض لها الفرد ممكن أن إحنا نساعده، ممكن إحنا نقف معاه، ممكن أن نحاول مساعدته من خلال تولي القيادة ونساعده بتخطيط حياته لفترة، ثم نعطيه القيادة ليعود إلى قيادة نفسه. نعم، لربما دكتور سيف يعني أنت لخصت الموضوع بأكمله في الفروقيات بين الصحة العقلية والحالة النفسية التي قد يمر بها الشخص، سواء نتيجة الضغوطات النفسية أو حتى الاكتئاب أو حتى موقف من مواقف الحياة التي تمر عليه كانت صعيبة. هناك أيضا فرق شاسع بين تلك المقارنة اللي ذكرتها قبل قليل، ولكن متى يجب إجراء تقييم أو علاج هذه الحالة؟ هو مثل ما قلنا لدينا احنا في الطب النفسي لدينا يعني كرايتيريا او خصائص معينه، خصائص تشخيصيه. فالشخص لما يروح للطبيب النفسي، وهذه نقطه لابد ان احنا نتحدث عنها يا جماعه الخير، مو بعيب الواحد يروح للطبيب النفسي. انا شخصيا زرت الطبيب النفسي في اكثر من حاله، انا شخصيا. فأي حد ممكن انه يزور الطبيب النفسي، مو بعيب مو بغلط، لا يعيب ولا ينتقص من قدرك في اي شيء. أنت تزور الطبيب النفسي بس ربما للتأكد هل الحالة اللي تمر فيها حالة طبيعية ولا حالة غير طبيعية. نعم. الطبيب النفسي سيقوم بتقييم حالتك. إذا كانت لديك مرض نفسي من خلال خصائص تشخيصية معينة بيبدأ في قيادة المرحلة العلاجية من خلال إعطاء مجموعة من الأدوية. أنا أسمع بعض الناس يقولون أنا ما بروح طبيب نفسي لأن الطبيب النفسي أنا لو رحت له يمكن أدمن على العلاج. يا جماعة الخير، الأدوية اللي يعطيها الطبيب النفسي لا تؤدي إلى الإدمان، وحتى بعض الأدوية اللي تعطى فيه يعني في أضيق الحدود ممكن الطبيب يكون مراقب هذه العملية ويعني واستخدامها بالشكل الصحيح بالتأكيد لن يؤدي إلى الإدمان. نعم. هو علاج مثلا مثل باقي الأدوية، مثل علاج السكر، علاج الضغط. صحيح. لو أخذت جرعة أكثر من اللازم ستصاب بالمرض. أكيد. فالطبيب هنا يحدد. إذا الطبيب شاف أنك أنت لا حالتك مش ما وصلت إلى مرحلة خلنا نقول المرض النفسي، إنما أنت عندك مشكلة نفسية بسيطة أو اضطراب نفسي بسيط بحاجة إلى مساعدة، ساعدها بيحولك إلى الأخصائي النفسي أو الاختصاصي النفسي. نعم. هذا الشخص اللي هو الفرق يعني للأسف في اللغة العربية إحنا يعني ما عندنا هالفروقات. هنا الطبيب النفسي حنسميه سايكاترست بينما أو سايكاتري، عندنا في الأخصائي النفسي نسميه سايكولوجيست أو سايكولوجي اللي هو علم النفس. فهذا الشخص اللي هو أخصائي في علم النفس بيقعد معاك بيحلل المشكلة، بيعطيك بعض الفروقات، بيخليك تتكلم، بيخليك تعبر عن مشاعرك، بيساعد بإيجاد حلول منطقية عقلانية مرتبة. العلاج قد يأخذ أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، وقد تكون مش محتاج إلى أي نوع من أنواع العلاج، محتاج جلسة جلستين تساعدك على هذا الشيء. في ناس تجد عندهم لديهم وسواس، لديهم الوسواس القهري. طيب الوسواس القهري أو خوف فوبيا تجي من موقف معين أو شكل معين من الأشكال، هذا مش مرض نفسي، يعني ما وصل إلى مرحلة المرض النفسي، يمكن في الشيء العادي يعني. فهذا الشخص يروح للأخصائي النفسي بيساعده بإعطائه بعض الأمور الحياتية اللي بتساعده، وبيتم يراجع معه يراجع معه يراجع معه عشان يعرف هل هو يمشي بشكل صحيح ولا لا. في شخص يخاف، فالشخص اللي يخاف احنا نساعده كيف بأنه يتحكم بمشاعره. كيف الشخص اللي يخاف تجد أنه تي بعض الأعراض اللي هي نوبات الذعر، تي أعراض فجأة يحس بدقات قلبه تتسارع، دقات القلب تتسارع، يحس أنا بتين جلطة، أنا فين القلب. هذا الشخص على طول الناس يودون المستشفى بينما هو اللي فيه مو بكذا. فنساعده بأنه نسيطر على ونتحكم بمشاعره، يتحكم بالأعراض التي يصاب بها من خلال تقنيات معينة نقدر نعلمه. مثلا يراقب معدل تنفسه، يدخل في مرحلة مثلا التأمل. ونقطة مهمة جدا أنه
عبرنا ما نفترض ان المشكله هي مشكله نفسيه، احنا في نعم الاول لابد ان نتاكد ان المشكله التي لدى الانسان مش مشكله عضويه. مثلا شخص يقول لك دائما عندي الم في الصدر، انا بموت، انا فيني القلب، لا، اول شيء بنوديه الطوارئ، بنتاكد انه لا يعاني من اي مشكله يعني في القلب، وبعد ذلك ممكن ان احنا نبدا نفكر كيف احنا نعالج هذه المشكله. وكذلك أو قد تكون الحالة مشكله اخرى، صحيح. قد تكون نعم قد تكون مشكله في الغده الدرقيه، قد تكون غده مش عارف ايش. فاذا ما طلع المشكله جسديه، ساعتها نفكر في العلاج النفسي. يعني انا نعم اخوي احد اخواني اصيب بهذه القضيه، وفي يوم ما يعني في الليل اتصل فيني احس بالم في الصدر، صرت وياه المستشفى، قعدنا سوينا التحاليل، طلع ما في شيء. نعم ما استشارنا ورحنا للطبيب النفسي، رحنا لطبيب ثاني سوى له فحوصات، اكتشفنا ان لديه مشكله في الغده الدرقيه. فكل حاله لها علاج يختلف عن الحاله الاخرى. يعني دكتور سيف، ممكن ان يكون يعني ها او تكون هذه الحاله اما تكون نفسيه او تكون عرضيه من اعراض او اعضاء الجسم الانسان كما اشرت قبل قليل. كل الشكر والتقدير دكتور سيف على هذه المعلومات القيمه اللي اكيد افادتنا وافادت المشاركين، وشكرا على تواجدك معنا ببرنامج صباح الشارقه.